تسأل عزيزي الدلو، هل رح تنحل الأزمة بآخر أسبوع من شهر نيسان أبريل 2024 إذا كنت عم بتعاني منها؟ بقلك إيه، في أزمة قد تنحل بين التنين والتلاتة من هالأسبوع 22 و23، وإذا لا رح تفرح بلقاء. هاليومين بيكونوا مميزين، بيحملوا لك حدث مصيري يمكن لبعض مواليد الدلو مش للكتار، بس بتحقق خلاله مشروع معين ومشروع مهني على الأخص، أو بتحصل على تقدم أو على مكافأة. بيكون حدسك ممتاز، بتشعر بالأمور قبل ما تصير، عندك قدرة الخلق مضاعفة بها الأسبوع، بتحقق بعض الأحلام. القمر المكتمل ب 24 بالعقرب معاكس قليلا، بيولد بعض الذبذبات، بعض الشعور بعدم الارتياح، بحثك على التراجع شوي وضبط الانفعالات. يمكن يرفض لك طلب بهالوقت بين الأربعاء والجمعة، أو يخيب ظنك شوي وتتراجع المعنويات. حضر لجديد بين السبت والأحد 27 و28، الأفلاك بتوحي لك بأفكار جيدة وخلاقة، تتغير عاداتك واتجاهاتك معها، ويمكن تطرأ ظروف تجعلك أكثر اهتمام بجديد بتحمله التطورات. بتعد عن الضوء، ويمكن لازم تراجع حساباتك بهدوء وبدون تبجح بين التنين والتلاتة آخر يومين بالشهر. بينصحك الفلك بهالوقت بالتروي والابتعاد عن الأنظار إذا شعرت بالحرج.